مرحبا أصدقائي متابعين قناة العربية للشطرنج، كيف الحال؟ إن شاء الله الجميع بخير. اليوم معنا جيم أخضر جميل من سلسلة الجيمات الخضراء، أعتقد هذا الجيم 13. هذا الجيم جدا 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 رهيب. بالأبيض معنا لأول مرة العظيم سبيلمان، طبعا لأنه أول مرة بيجي على قناتنا وبيشرفنا فلازم نعرفك مين هو سبيلمان. سبيلمان هو جراند ماستر نمساوي هنغاري. في هذيك الأيام أعتقد كانت هنغاريا مسيطرة على هاي الدول كلياتها، كانوا يسموها الإمبراطورية المجرية، فكانت النمسا تابعة لهنغاريا، أو عشان أنا ماليش بالجغرافيا كثير والتاريخ يمكن كان اسمها الإمبراطورية النمساوية وكانت هنغاريا اللي تابعة للنمسا، مش عارف، ولكن هو هنغاري نمساوي. سبيلمان قد ما هو عظيم شارك مرة في بطولة اسمها كارلس باد، بطولة كارلس باد، تخيل انه اخذ البطولة من غير اي خسارة. طبعا ممكن انت ما تتفاجأ عادي، بس حتتفاجأ لو تعرف مين كان مشارك في البطولة. عد لأصابعك: اليخين، كابابلانكا، نيمزوفيتش، تارش، اكيبا روبنشتاين، ريتي، ومين كمان ضايل؟ كمان واحد كان مشارك من العظماء، مين 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 مين؟ والله لا أذكر لا أذكر، بس واحد من العظماء يعني عن جد. ما علينا، تخيل أنه أخذ البطولة من غير أي خسارة، فيعني بكفي. زاد معلومة صغيرة عنه، أنه سبيلمان له جامبت خالي من الشوائب. قصة صغيرة عن سبيلمان ممكن تنسأل عنه في يوم من الأيام عشان تقولهم أنا بعرفه كويس. سبيلمان عاش في هذيك الأيام وكانت في حروب في النمسا، فقال لك بدي أطلع أنا إيش على أمريكا، فوصل على السويد عندنا. فمن السويد اتفق مع مهربين يهربوا على أمريكا، فقالوا له بدنا مبلغ مالي معين، فقال لهم أوكي لما أوصل بعطيكم. لما وصل معوش مصاري الزلمة، تعرف شو كلفت رحلته؟ كلفت رحلته أنه يتغلب على 20 ماستر أمريكي، تغلب عليهم كلهم في نفس الحلقة، يعني كان عاملين حلقة وتغلب عليهم 20، وكان جزاءه أنهم يدفعوا للمهربين المبلغ تاع الرحلة تاعته. تخيل قديش سبيلمان عظيم. بالأسود معنا جراند ماستر مش عظيم كثير مثل سبيلمان، وهو هولنيجر. هولنيجر هو جراند ماستر نمساوي، تعادل مع كابابلانكا، تعادل مع اليخين، وفاز على ترش مرتين، يعني قوي مش بطال الزلمة. ما علينا، بطل حلقتنا هنا بلش بنقلة الـ E4 C6 D4 D5، هاي اللي احنا خربطنا فيها امبارح مع زكي جمعة، شايف؟ نايت على C3، بون تيكس بون على E4، نايت تيكس بون، نايت على F6. في هاي الافتتاحية النايت يرجع على G3، هي أقوى حركة، بون على E6، وهنا نايت على F3، بون على C5، بيشوب على D3، نايت على C6. طبعا بون تيكس بون غير محبذ، ليش؟ نايت تيكس بون، وبعدين شوف كيف السنتر عند الأبيض قوي. طبعا إنه الكوين يأخذ النايت أبدا مش مرغوب، لسبب بسيط جدا، إنه كوين تيكس نايت، بيشوب على البي 5 تشيك، والكوين تاع أكتر. نرجع لجيمنا، نايت على C6 انلعبت، بون تيكس بون، بيشوب تيكس بون على C5، بون على A3، نمنع البيشوب والنايت من الاقتراب، تبيت من الأسود وكذلك فعل الأبيض، بون على B6، بون على B4، بيشوب رجع على E7، بيشوب على B2 كاونتر أتاك، كوين على C7، بون على B5 نطرد النايت. وأنا صاحبنا بدناش نقول غلط يعني، ولكن وضعتك للنايت على A5 كانت مش كثير واعدة، نقلة غير واعدة، لأنه وين النايت بده يروح؟ والنايت إيش عامل على A5؟ يعني أنا بهمنيش إنه أنت جراند ماستر متعادل وغالب بعظماء، ولكن نايت على A5 خلاص النايت تاعك انحبس. ما علينا، نايت على E5، بيشوب على B7، رجع النايت على G4،
وهنا كوين على الدي 8. طبعا نايت تيكس نايت، كوين تيكس نايت كانت غير محبذة لسبب بسيط جدا، انه انت الضاغط على هذا المربع حتى لو اجا هون بعض وضعك سيء، لانه يعني بطريقة ما بكسر الفيل وبجيب الكوين على فايل الاتش وانتهى الجيم. تمام، نرجع لجيمنا. هنا كوين على الدي 8 انلعبت وكانت حركة جميلة جدا. ليش؟ في حال انه نايت تيكس نايت، بيشوب تيكس نايت، بيشوب تيكس بيشوب، كوين تيكس بيشوب، وانا وضعي جيد جدا كأسود. الفيل ضاغط، الوزير موقعه جيد، والقلعة جاي فوق الفيل قريبا جدا على فايل الدي، والنايت لازم احرره بطريقة ما، لانه اذا الفيل اتحرر خلاص برجع النايت وراه. نرجع لجيمنا. نايت على الاي 3 لعبت، نايت على الدي 5، تعال نكسر نايتات ونفوت بوضع متعادل. كوين على الاتش 5، هاي حركة كانت قوية جدا، مش مهددين ولا اشي، بس شوي صغير هيك تشيك مات على البطيء. المهم بون على الجي 6، ما هي النقلة التي لعبها الأبيض؟ ماذا تتوقع أخي الكريم؟ هل ترك له الوزير؟ معقول؟ وقلنا لكم هذا اسمه، كانوا سموه سبيلمان The Master of the Attack، يعني السيد الهجوم. وفي مقولة عنه في الجوجل، إذا بتحط على اسمه على جوجل مثلا أعتقد أنك هتلاقيه، يعني حيكون اسمه The King of the Attack، ملك الهجوم أعتقد. هنا صاحبنا ما شالش الكوين وراح لعب نايت على الجي 4 لغاية في نفس يعقوب. الأبيض هنا شو لعب؟ الأسود شو لعب؟ بيشوب على الاف 6، تعال نكسر فيلا. طب ما انت عندك الكوين، ليش ما أخدته؟ هذا الكوين ما بيتاخذ لسبب بسيط جدا، بون تيكس كوين على ال اتش 5، فورا عندك تشيك ميت بنقله واحده، نايت على ال اتش 6. نرجع لجيمنا. بيشوب على ال اف 6، تعال نكسر فيها، الوضع خطير جدا انا بترجاك. نايت تيكس بيشوب على ال اف 6، نايت تيكس نايت، كوين على ال اتش 6، الوضع يزداد خطورة. روك على سي 8، روك على الدي 1 عمود الوزير، كوين على الاي 7، روك على الاي 1 كمان مرة على عمود الوزير، نايت على الاي 8 بدنا نحمي هذا المربع من التشيك ميت، نايت على الاف 5. تخيل. طبعا هنا بون تيكس نايت روح سلام على القرية لسبب بسيط جدا، انه بيشوب تيكس بون، اذا انت بتاخذ بالبون زي ما انت شايف، زي ما حضرتك شايف، يعني اذا بون تيكس بيشوب، روك تيكس كوين، هذا الكلام غير محبذ يعني. واذا انت ما اخدتش حتاكل التشيك ميت، او حتاكل التشيك ميت، يعني ما اكل التشيك ميت على كل الاحوال. عشان هيك يعني خلينا نقول اجي صاحبنا مثلا بده يلعب بون على الاف 6 عشان يحمي هذا المربع، وهذا المربع حياته تصير كويسة، هنا انت شو بتلعب؟ بيشوب تيكس على الاي 6 تشيك، الملك مجبر يروح لانه الفيل محمي بالقلعة، وهنا خلص روك على الدي 7 والمربع هذا طار، حتعطيني الكوين او حتاكل التشيك ميت. نرجع لجيمنا. بون سوري، نرجع على جيمنا. كوين على السي 5 انلعبت، روك على الاي 5 طالبين الوزير، بيشوب على الدي 5 سكرنا على القلعة، نايت على الاي 7 تشيك. وتخيل عزيزي المشاهد الجميل بعد هاي النقلة، الأسود حط القلم على الطاولة وسلم،
ليش سلم الأسود؟ لسبب بسيط جدا. خلينا ناخذ هاي مثلا، كوي كينج على ال H8 بعديها خلاص، كوين تيكس على ال F8 تشيك ميت، أو زي التشيك ميت اللي أنا أكلتها مبارح من زكي جمعة. خلينا نقول كوين تيكس على ال E7، كوين على ال H7 تشيك، كينج تيكس كوين، روك على ال H5 تشيك، وهنا كينج على ال G8 روك على ال H8 تشيك ميت، شبيهة بالتشيك ميت تاتي. الله يعطيكم العافية وسلامات.